جايز انا يعني ايش ذا ايش اللي سوته ايش. Hey guys, I here. Hope everyone's having a great, great, great day. في فيديو هنسوي في فيديو اليوم. اول حاجه حنسويها هو ان حنرسم كيكه، وبعد كده حناخذ صوره الكيكه الى اغلى وارخص محل حلويات، وبعدين حنقارن بين الاثنين ونشوف مين جابها صح. اي حد عنده اي اسئله؟ فهمت الفيديو؟ ايش الهدف من الفيديو؟ اعمل نفسك مي، اعمل نفسك مي. هو والله اوكي عشان نشوف لو الفلوس تحدد جودة الخدمة. هذا هو اللي حنسويه في فيديو اليوم، خلونا نبدأ الفيديو. Oh my god. لسه بيصور؟ Hello? Oh hi. Shit. هذا مصيبة الكافي guys. المفروض ما شافش كافي قبل ما ابدا اصور، انا اسفة. اوكي فانا بفكر انه نعمل كيكة بطبقتين، فنعمل طبقة صغيرة فوق. على فكرة زي ما انتوا عارفين انا مش رسامة، فمحدش يضحك علي بليز. هنعمل الطبقة الاولى كذا، بعدين الطبقة الثانية، او لا الطبقة اللي تحت. اوكي انا شخصيا يعجبني لما يكون في مش عارفة ايش يسموه، بس الشكل اللي فيه زي السائل بيذوب او الكيكة بتذوب، شفتها على الانترنت كثير، فححاول ان اسويها الان، وحاخذ اللون الازرق ولون الطبقه اللي فوق، لانه زي ما انتم عارفين انا احب اللون الازرق. جايز الصراحه اول مره ارسم على الايباد ومن جد صعب كثير. الان خلونا ننزل تحت للطبقه اللي تحت. اوكي نعمل خيط، نعمل خيط، لا نعمل خط هنا. اوكي نعمل حركه الذوبان كذا، بعدين حناخذ نعمل زي الشريط، يعني نعمل زي حاجة زي الشريط كذا، انه خط كذا عريض، ونخليه لونه ازرق كمان لانه اظن يكون شكله احلى. بعدين ننزل تحت ونعمل نفس الحركة اللي عملناها فوق. جايز الصراحة الكيكة شكلها بشع بس عادي. أنا بس بحاول أسوي أصعب حاجة أو اللي برأيي حاجة صعبة عشان نشوف لو هم يقدروا يسووها ولا لا، فيعني ما بحاولش نخلي شكل الكيكة كثير حلوة. الآن صراحة عايزة نعمل على الكيكة ورود، فحبدأ وأخذ اللون الأزرق وأرسم ورود هنا. أنا متأكدة لما يشوفوا هذا حيقولوا إيش ذا، بس أنا هشرح لهم بعدين وأقول لهم إنه هذا المفروض يكون ورود. احس انه اوكي ناقص حاجة. انا برأيي انه نعمل اوكي ايش رأيكم نعمل فراشة هنا. اوكي انا ما اعرفش ارسم فراشة، انا اسفة، بس ححاول بقد ما اقدر انه ارسم فراشة، وبعدين لما اروح لعندهم اكلمهم حقول لهم ان هذه المفروض تكون فراشه. فلازم اروح لعندهم واشرح لهم ان الدوائر المفروض تكون ورود، والهباب اللي فوق المفروض يكون فراشه. الله عليك يا ايه حركات. يعجبني كيف اشجع نفسي، يعني بحاول اقنع نفسي ان انا رسامه والكيكه اللي رسمتها احلى كيكه في العالم، رغم ان الكيكه شكلها بشع. قلت لنفسي هنعمل الفيديو، يعني Hey guys لو عجبكم الفيديو please لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، شكرا كثير. خلونا الآن نروح ونشوف مين حيبدع في الكيكة هذه وحيخلي شكلها أحلى.
اوكي جايز، اخيرا وصلني الكيك بعد اسبوع. عندنا هنا الكيك الرخيص اللي هو 120 دولار، وعندنا هنا الكيك الغالي اللي هو 250. واول حاجه ممكن نلاحظها انه صندوق الكيك الرخيص اكبر بكثير من صندوق كيك الغالي. خلونا الان نشوف كيف شكل الكيك. او ماي جاد، واو. الفرق يصدم، الاثنين مختلفين تماما. وانا برأيي كمان ان المختلفين من الصورة اللي انا عملتها، يعني ما فيش اي واحد منهم يشبه الصورة اللي انا عملتها. يمكن الرخيص قريب من الصورة اللي رسمتها، بس هذا تماما يعني مش زي الصورة خالص، وابدعت بكل صراحة. اللي حصل هنا مع الكيكة الغالية اني حاولت تعمل نفس الفكرة اللي انا رسمتها لكن بتصميمها الخاص. يعني نقدر نشوف انه ابدعت كثير، حطت فصوص رغم انا في الصورة ما رسمتش اي فصوص، حطت اكثر من فراشة رغم ان انا حطيت فراشة واحدة، وعملت ورود واشياء يعني زيادة اكثر من اللي انا عملته. دقيقة، خليكم صريحين معايا، اكتبوا تحت بالكومنت لو برأيكم ان التصميم هذا احلى بكثير من الرسمة اللي انا عملتها. بكل صراحة أنا برأيي أيوة، مش عارفة لو لاحظتوا إنه لون لساني أزرق، وهذا لأنه ما ينفعش تحطوا كيكة قدامي وتتوقعوا إنه ما أمسكها. ايش اللي بحاصل هنا؟ انا مش عارفة، يعني بتوقع انه هذا ايش يسموه، وحيد القلب، بس مش عارفة كيف فراشة اتحولت لوحيد القلب. حد يشرح لي كيف الفراشة اتحول الى وحيد القلب؟ انا مصدومة انه هي ما قالت ليش اي حاجة، انه ما قالت ليش اوكي ما عندناش فراشة هنحط وحيد القرن. لا لا لا، ما قالت ليش اي حاجة، بس كذا اوكي قلتي فراشة انا حجيبك وحيد القرن. يعني تخيلوا لو طلبت الكيكة هذه لعرسي وقلت اوكي انا عايزة فراشة واروح العرس واشوف وحيد القرن، تستعبطي؟ لا ما ينفعش. بالنسبة للديكور في الكيكة الغالية، هي صح انه عملت فراشة زي ما انا طلبت، بس انا طلبت فراشة واحدة، هي حطت العيلة كلها. لما بتشوفوا تحت الكيكة الرخيصة ما حطتش اي ابداع في الموضوع، يعني بس عملت كده شريط ازرق ورا الكيك. اما لما بنشوف الكيكة الغالية ابدعت وحطت شكل يعني زي الورود، وكمان عملت فصوص بيضة زي اللؤلؤ، رغم ان انا في الصورة لا عملت ذا ولا عملت ذا، عملت حركة الذوبان اللي انتم شايفينها هنا فوق، عملت نفس الشيء تحت. لما نطلع ونشوف التصميم اللي فوقه، الكيكة الرخيصة عملت نفس الشيء اللي في الصورة بالضبط، رغم ان انا قلت لها انه الدوائر هذه ورود، هي عملت نفس الدوائر مش عارفة ليش يعني، لكن طلع نفس الصورة. بالرغم من هذا كله انت اللي تقرروا مين الاحسن، الكيكة الرخيصة او الكيكة الغالية. فلا تنسوا ان تكتبوا تحت في الكومنتس عشان نشوف مين حيفوز بتحدي اليوم. حان الان وقت جزئي المفضل وهو تذوق الكيكة. اي اوكي بلاستيك ما يتاكلش. واو، شكل الكيكة هذه احلى بكثير بدون اللي كان موجود هنا، وحيد القرن ولا مش عارفة ايش اللي كان هنا. متحمسة، مش عارفة ليش متحمسة، حاسة انه حيكون حلو ان شاء الله. في طعم قرفة شوية، بطعم قرفة شوية، هو فانيلا بس كذا بنكهة قرفة خفيف. حاجة عايزة اقولها لكم
انه بكل صراحة كنت فاكرة انه الكريمة هذه حيكون طعمها كثير كثير حلو، بس الكريمة ملهاش طعم، ما عجبنيش الطعم كثير، النكهة خفيفة جدا، يعني طعمه لا بأس، طعم خفيف جدا، النكهة خفيفة يعني. أنا آسفة بس بكل صراحة كنت متوقعة إنه يكون أحسن من كذا، وكنت متحمسة لي كثير. خلونا الآن نجرب الكيكة الغالية. يا رب تكون حلوة جايز، حزعل كثير لو طلعت الكيكة هذه كمان طعمها مش حلو. Oh my god. واو. مش عارفة ايش اقول. ويت دقيقة. طعمه تشيز كيك، مش عارفة كيف، هو مش تشيز كيك يعني، هو كيكة طبيعية. بس نكهة تشيز كيك والكريمة اللي فوق. Oh my god. فانيلا مع توت، وفيه كثير سكر ونكهة، يعني النكهة قوية جدا في الكيكة هذه، وأنا شخصيا يعجبني الكيكات كذا. على ما أظن هو على حسب الشخصية، في بعض الناس اللي يعجبهم السكر الخفيف، النكهة تكون خفيفة، في بعض الناس يعجبهم لما يطعموا الأكل ويكون النكهة قوية، أنا من الشخصيات هذولا، فعجبتني الكيكة هذه بكثير يعني. أنا شخصيا أعطي الكيكة هذه 9/10. انا شخصيا رح اعطي صوتي للكيكة الغالية لانه عجبني شكلها كثير، رغم ان هي ما سوتش اللي انا طلبته بالضبط، بس طلع شكل الكيكة حلو. لا تنسوا انكم تكتبوا تحت في الكومنت مين برأيكم الفائز بحلقة اليوم. اوكي جايز، كذا وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا كثير على المتابعة، وبيس اوت.